مميز جدا في المباريات الماضيه. كره ببحات على سولانكي، تشامبرلين، ميلنر، روبرتسون في التشكيله الاساسيه في ما بين الفريقين، والانتصار ايضا الاكبر لليفربول. كره من ساديو ماني في منطقه الجزاء، لكن ايضا طالت الكره والمحاوله الماضيه وصلت سهله الى حارس المرمى بيكفورد اللي سيطر. ديربي لاسان مستمر، صلاح ينطلق من جهه اليمنى، عرضيه في منطقه الجزاء، ميلنر كرة بعد ذلك ابعدت وتسلصت. قلت ان اخر انتصار كان به 199 كرة في محاولة في الجهة اليسرى، روني ابعدت من امامه، عاد على مشارف المنطقة، يلعب كرة الى محمد صلاح، تسديدة تأتي من محمد، تصطدم، تحولت الى خارج الجهة اليسرى، البحث عن العرضية، كرة في اخر المنطقة، ساديو ماني، عرضية في المنطقة، لكن سهلة عند حارس المرمى بيكفورد اللي سيطر على كرته بالشكل المطلوب. كرة من صافرة وخطر، خطر لمصلحة ليفربول، ملعوبة المحاولة في المنطقة، مرت من أمام الجميع، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، والكرة بعد صلاح يمرر، يعيد الكرة روبرتسون، سدد قادمة هنالك في روسيا، كرة عند محمد صلاح، توغل، تدخل، الحل دائما بأقدام صلاح. يسجل من 16 من جديد، محمد يسجل، كرة تصطدم، تصل إلى خارج أرضية الميدان، إلى خارج أرضية الميدان، تصل إلى هندرسون، أرضية داخل منطقة الجزاء، عادت من جديد قوية جدا، لكن كرة تشامبرلين إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة بعد ذلك لا شيء، هنالك في الجوديسون بارك عن طريق ماني، ماني يتقدم يسجل الآن، لكن كرة إلى خارج أرضية الملعب. يبحث عن التسجيل للمرة الثالثة على التوالي، للمرة الثالثة على دين داخل منطقة الجزاء بالكعب، ملعوبة عرضية خطيرة الآن، وعواد حاضر بشكل كبير، وتقدم بأول الأهداف، صلاح خلاص الكرة الماضية عاندت بمكة بعد كرة عرضية مثالية جدا من ميلنر وراسي اللاعب إلى الآن في الدوري الإنجليزي بعد مرور 3 أشهر تقريبا من بدايته، وهو واحد من أفضل الأسماء، وهذا أمر طبيعي جدا، بل أن الكثير يذهب إلى أنها الصفقة الأبرز هذا المباراة كبيرة في مباراة اليوم، ملعوبة محاولة خطيرة جدا، خطيرة الكرة الماضية من ركنية إلى خارج أرضية ساديو ماني إلى محمد صلاح، صلاح إلى خارج أرضية الملعب، الكرة والمحاولة الماضية تصل إلى ركلة مرمى فاخر من خلال هذا الموسم، هدف الخامس، كرة عرضية داخل المنطقة خطيرة، مرت وشلون مرت من أمام ماني، ساديو ماني منذ نهاية شوط المباراة الأول، عرضية في المنطقة، رأسية في المرمى، جو جوميس هو من يتقدم ويضع الكرة الرأسية، خصوصا في هذه الفترة من العام التي يمشي البحث عن التسديد، لمسة في منطقة الجزاء، الكرة بعد ذلك ملعوبة خطيرة عن طريق وين روني، استلام داخل منطقة الجزاء خطيرة، وصلت إلى كالبرت لوين، يصدق، أوهو من لا شيء، من لا شيء، إيفرتون يحصل على ركلة جزاء في آخر ربع ساعة قبل نهاية الأحداث الثلاثية، واجهت من يونيه، روني يسجل، ابن مدينة ليفربول، ابن الجانب الأزرق، واحد من أوفياء إيفرتون بأن يلعب ضد ليفربول، نتذكر ذلك اللقاء اللي جت منه ركلة جزاء سجلها كيريجر في مرمى من العلامة الجزاء، ذلك الدوري عند 4 أسيست كان في صانع العاب يلعبها من خارج المنطقة.